هكذا هي أمك. هكذا هي أمك. عندما بلغت من العمر سنة قامت بتغذيتك وتغسيلك، وأنت شكرتها بالبكاء طوال الليل. عندما بلغت من العمر سنتين قامت بتدريبك على المشي، وأنت شكرتها بالهروب بعيدا عنها عندما كانت تطلبك. عندما بلغت من العمر 3 سنوات قامت بعمل الوجبات اللذيذة لك، وأنت شكرتها بقذف الطبق على الأرض. عندما بلغت من العمر 4 سنوات قامت بإعطائك قلما لتتعلم الرسم، وأنت شكرتها لتلوين الجدران. عندما بلغت من العمر 5 سنوات ألبستك أحسن الملابس للعيد وللمدرسة ولكل شيء، وأنت شكرتها بتوسيخ الملابس. عندما بلغت من العمر 6 سنوات سجلتك في المدرسة، أنت شكرتها بالصراخ: لا لا أريد، لا أريد الذهاب إلى المدرسة. عندما بلغت من العمر 10 سنوات كانت تنتظر رجوعك من المدرسة لتعانقك، وأنت شكرتها بدخولك إلى غرفتك سريعا ودون أن تبذل السلام. عندما بلغت من العمر 15 عاما كانت تبكي لأجل نجاحك، وأنت شكرتها بطلب هدايا النجاح. عندما بلغت من العمر 20 سنة كانت تتمنى ذهابها معك إلى الأقارب، وأنت شكرتها بالجلوس مع أصدقائك. عندما بلغت من العمر 25 عاما ساعدتك في تكاليف زواجك، وأنت شكرتها بتفضيل زوجتك عليها. عندما بلغت من العمر 30 عاما قالت لك بعض النصائح حول الأطفال، أنت شكرتها بقولك: لا تتدخلي في شؤون أسرتي. عندما بلغت من العمر 35 عاما اتصلت بك تدعوك للغداء معها، وأنت شكرتها: أنا مشغول هذه الأيام. عندما بلغت من العمر 40 عاما أخبرتك أنها مريضة وتحتاج رعايتك، وأنت شكرتها بقولك: عبء الوالدين ينتقل إلى الأبناء في يوم من الأيام. سترحل أمك عن هذه الدنيا وحبها لك لم يفارق قلبه. أمي ماتت. أمي هم يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت أغلى من العيون. لذا إذا كانت أمك لا تزال بقربك لا تتركها ولا تنسى حبها، واعمل لأجل رضاها.